بيكم في حلقه جديده من برنامج تفضلوا عندنا. النهارده ان شاء الله هنعمل فطار من فطار رمضان اللي بنعمله كل يوم. هنعمل النهارده وصفتين سهلين وبساط جدا. هنعمل رز باللحمه المفرومه مع الخضار، وهنعمل كمان رز بلبن بالشوكولاته. تعالوا مع بعض نشوف الوصفات بعد الفاصل. اول وصفه معانا النهارده وصفه الرز باللحمه المفرومه. عايزه اقول لكم انها وصفه سهله وبسيطه جدا، وبنبقى عاملينها ان احنا ممكن نكون زهقنا من كل يوم بناكل لحمه او فراخ او سمك او اي حاجه، فعايزين ناكل حاجه خفيفه النهارده. ممكن مع طبق شوربه نعمل النهارده الرز باللحمه المفرومه. عباره عن ايه بقى؟ عباره عن رز ابيض وكمان لحمه مفرومه، زبده، بصل، جوزة الطيب، فلفل الوان، وكمان مرقه. سهل وبسيط ومش هياخد ساعة الا ربع على النار، فاحنا ممكن نعمله قبل الفطار على طول. طيب عبارة عن ايه بقى؟ نجيب كده اللحمة، هحط بس كده معلقة زيت عشان عايزة اللحمة تبقى غامقة شوية عن اللي احنا بنعملها. اللحمة المعصجة تبقى غامقة شوية. هحط كده اللحمة المفرومة، وهحط البصل، النص كيلو اللحمة عليه نص كيلو بصل مبشور. تمام، هحط معلقة من البهارات اللي فيها برضو جوزة الطيب، هحط فلفل اسود، ملح. خلاص ونقلب كده كويس قوي، بحيث ان انا ادخل كل مكونات التوابل مع البصل واللحمة. واول ما اللحمة تدي لون هبتدي احط لها الفلفل، مش لما تستوي، لا، اول ما كلها اللون البينك بتاع اللحمة ده يروح ويبقى مكانه لون بني. وزي ما انتم شايفين الفلفل النهارده انا مش مقطعاه صغير، مقطعاه كبير شويه. يعني كل ما الخضار او الفاكهه بيبقى متقطع كبير، كل ما بيبقى قيمته الغذائيه وفوائده احلى. اهو لخبطهم كده. هقفل عليه بس كده ثواني. عبال ملخبط الفلفل احط كده الفلفل الاصفر مع الاخضر. شايفين كمية الخضار اللي عاملاها؟ ده طبق انا شايفاه ان هو متكامل، لحمة وخضار ورز مع شوربة. وهنعمل كمان حاجة حلوة وكفايه قوي كده. نبص كده، ابتدي بقى احط الخضار. اهو كده عليه، مش هلخبط بقى الخضار مع اللحمه، هحطه كده عليه. خلاص، واجيب الزبده احطها كده. عايزه بس احط زبده ما بين اللحمه والفلفل. ايوه اهو. وابتدي احط المرقه. خلاص، واحط كمان الميه المغليه. شايفين حطيت اللحمه، استنيت لغايه ما لونها يدينا لون غامق شويه، وبعدين حطيت الفلفل الالوان بالطريقه دي، وحطيت المرقه، وحطيت كمان الميه المغليه. هحط بس شويه ملح
عشان اتبل بيها المية. احط الرز بس وهغطيه لغاية ما يستوي. نطلع فاصل نرجع نعمل الرز بلبن بالشوكولاته ويكون ده كمان استوى. خليكم معايا. رجعنا بعد الفاصل. دلوقتي الرز لسه بطبقاته بيستوي. هنعمل دلوقتي رز بلبن بالشوكولاته والمقادير هتبقى عندكم بالظبط على الشاشه عشان بس يطلع مظبوط. رز لبن، بودره شوكولاته اللي هي بتبقى نوع من انواع الكاكاو، ممكن تعملوه مسكر وممكن الكاكاو اللي مش مسكر على حسب نسبه السكر اللي انتوا بتحبوها. نشا سكر، شوكولاته مبشوره. هنحط كل المقادير مع بعض. خلاص هحط كده اللبن، احط كده اهو، وبعدين احط الرز. يعني لو عايزين تستغنوا عن النشا هنزود الرز شويه. خلاص والسكر، يبقى حطينا اللبن، رز، نشا، سكر. هنحط كمان الكاكاو، الرز بلبن اللي بالشوكولاته ده بيبقى ظريف جدا والولاد الصغننين بيحبوه عشان طعم الشوكولاته كمان بيبقى فيه قوي، ولما بيتاكل مع ايس كريم كمان واحنا في الصيف كده بيبقى حلو قوي. ايس كريم نحط عليه كريم شانتيه، يعني اللي انتوا بتحبوه، بس يعني لو جانا ضيوف ممكن ان احنا نقدمه مع ايس كريم هيبقى حلو قوي. افضل اقلبه بقى، لا اجيب احسن دي عشان بس بودره الكاكاو تدوب مع اللبن والسكر من غير ما تكلكع، وعلى نار هاديه عشان بس ايه الحاجات دي بتشيل بسرعه. نفضل نقلب على نار هاديه لحد ما يتقل. نقلب كده خلاص كده ايه، شايفين داب كله مع بعضه. شايفين بقى نفضل نقلب لحد ما يدينا بقى السمك ده اللي انتوا شايفينه ده. بصوا اهو، شايفين بقى عامل ازاي بودينج بقى تقيل. وعايزة اقول لكم طعمه جميل جدا. ممكن لو انتوا حابين، انا عاملة سادة، لو انتوا حابين بقى تحطوا جواه مشمشية، تحطوا جواه فستق، جوز هند، يعني لو انتوا بتحبوا الحاجة تبقى محشية. هحطه كده وهو دافي. واحط عليه وهو كده دافي الشوكولاته المبشوره، وادخله التلاجة. لما ادخله التلاجة الشوكولاته بتسيح كده زي ما انتوا شايفينها هنا. شايفين سايحه ازاي هنا؟ بس هنحط بقى عليه كريم شانتيه. ونحط له برضو ايه، شوكولاته مبشوره كده. وبما ان هنا في مشمشيه هحط كده مشمشيه صغننه هنا كده وهنا كمان. وكده نبقى خلصنا الرز بلبن اللي بالشوكولاته. نحطه هنا كده. نبص هنا بقى على الرز. هقفل عليه
واوريكم بقى هنقدمه ازاي. انا عامله رز عادي وملوناه اللون الاخضر زي ما انتم شايفين كده، احطه كده اهو. نوع من انواع التقديم بطريقه جديده وحلوه. نحط حبه كمان. ابتدي بقى احط ده كده هنا. شايفين الفلفل الملون كمان مدي شكل حلو قوي للطبق. واقلب كده اهو. طبعا الرز الابيض ده واخد طعم اللحمه فبيديله طعم حلو قوي، يعني ده بيفرق لما اللحمه نسويها لوحدها والرز لوحده، لا الرز بنكهه اللحمه فبيدي طعم تاني خالص غير الرز العادي. بس كده بس، وبنقدم الطبق بالشكل ده. يبقى احنا كده النهارده عملنا وصفتين سهلين وبساط جدا. عملنا رز بلبن بالشوكولاته ببودره الكاكاو، وعملنا كمان رز باللحمه المفرومه والفلفل الالوان. وصفتين سهلين وبساط جدا، يا رب يكونوا عجبوكم. اشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده. باي باي.